السلام عليكم متتبعين قناة سهام فيهو لندا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم جيت نتقاسم معكم هذه البيتزا هذه اللي كتجي صراحة زوينة بزاف ودغيا كتوجد. تبعوا معايا المقادير والطريقة. اول حاجه غادي ناخذها في هذه البيتزا هذه غادي نحتاج الدقيق. هنايا عندي زلافه ديال الدقيق الفورص، غادي نضيفها هنا في الماكينه. غادي نعجنها انا بالعجانه، ممكن تعجنوها غير باليد بحال هكا. خديت هنايا 4 المعالق ديال الدقيق ديال الفينو، غادي نزيدو حتى هويا. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه كتبقى على حساب الذوق، وخديت هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين. ممكن تستعملوا اي نوع ديال الخميره عندكم، وممكن تضيفوا على حساب الجو. خديت معلقه ديال السكر كذلك تتبقى على حساب الذوق، يعني ممكن كاع ما ديروهاش. معلقه ديال زيت الزيتون بلديه، غادي ياغورت طبيعي المعلقه كبيره منه بحال هكا، وغادي نضيفها على هذا الخليط هذا هكا. ماء دافي باش نعجن به العجينه ديالتي ديال البيتزا. نضيف واحد شويه بحال هكا ونشعل عليه العجانه تيتعجن ليا العجينه ديالتي مزيان. انا فاش بدات العجينه ديالتي كتعجن ضفت عليها واحد شويه ديال الزعتر بحال هكا، درت غير واحد شويه. دابا غادي نكمل ليها العجين ديالها. العجينه ديالتي من بعد ما تعجنات كتجي بحال هكا، كتجي لينه ما كنخليوهاش تقصح. دابا غادي نغطيو عليها ونخليوها تخمر تضاعف لينا الحجم ديالها. انا فاش خليت العجينه ديالتي تضاعف الحجم ديالها هانتوما هي كيفاش ولات. دابا غادي نحاولوا نفرغها من الهواء اللي كاين فيها بحال هكا. هانتوما شوفوا ليا الهواء اللي كاين لداخل، غنبقى بحال هكا ونحطها فوق سطح العمل. حطيتها فوق سطح العمل، قسمتها على جوج، درت منها جوج باش ندير جوج ديال البيتزات. خديت هنايا الفينو كنديرو على سطح العمل حيت كتكون لينه وكنبقى كنلف فيها بحال هكا. ضروري البنات البيتزا خاصها تخمر، يعني خليوها على القياس، صوبوها من بكري وخليوها يعني باش تخمر على خاطرها، باش كتجي معنا العجينه ديالتها زوينه. هذا هو السر ديال العجينه، الا خليتوها خمرات مزيان كتكون مزيان، ما خليتوهاش خمرات راه ما كتجيش مزيانه. صافي غادي ندير منهم كويرات بحال هكا هانتوما هي، وغادي نرجع معكم نقرص فيهم بحال هكا حتى ردهم يبداو يكونوا رقاق بجوج. ونبقى نقلب وانا كندير في الدقيق ديال الفينو باش ما يسقوش ليا فوق سطح العمل. هانتوما العجينه راه هي ساهله دغيا كتبسط. هانتوما البنات الاولانيه من بعد ما بسطتها كتجي بحال هكا. هانتوما السمك ديالها كيجي فريمون رقيق بحال هكا، هانتوما هي كتجي رقيقه بزاف بحال هاد الشكل الرق ديالها قداش. دابا نفس الشيء غادي نديرو لهادي، كنستعين بالدلاك باش كنحصل على دائره كتجيني كلها متساويه. نفس الشيء درتو العجينه الثانيه اللي بقات عندي. دابا غادي ناخذ فرشيطه غادي نحاول نثقبها كلها مزيان باش ما تنفخش وتسدي ليا الهواء من الداخل باش تبقى قياس واحد. هنا من بعد ما كملتهم بحال هكا هانتوما ثقبتهم بالفرشيطه مزيان، ها الاولانيه اللي صاوبت ها هي الثانيه. دابا غادي نجي نبدا نعمر فيهم هكذا مباشره، ما غاديش نديرهم نطيبهم عاد نعمرهم. دابا غادي نعمرهم في البلاصه باش يطيبوا مره واحده. غادي ناخذ هنايا صوص طوماط اللي وجدت، راني دايراها معكم في القناه. بالنسبه للبنات اللي بغاو الوصفه انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ها هي هنايا طوماط اللي هي طريه بالقزبور والميدنوس وبالثومه مشحره مزيان، ها هي هي. دابا غادي ناخذها غادي نحطها فوق البيتزا. بحال هكذا كنحاولوا نوزعوا هاد صوص الطوماط هذه كلها على العجينه ديالتنا. بعد ما دهنت الوجه ديالها كله بحال هكا بصوص الطوماط، غادي ناخد فرماج بحال هكا، اي نوع ديال الفرماج عندكم. انا خديتو وحكيتو بحال هكا، غادي ناخدو دابا وغادي نديرو من الفوق ديالها. ما غاديش نكتب حيت هذا باش غير غادي يشد ليا الحشوه ديالتي اللي غادي ندير فيها.
تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج عندكم. بحال هكا صافي غادي ندوز نفس الشيء، غادي نديرو الثانية بحال هكا. ودابا جات النوبة ديال الكفتة اللي خديت وشحرتها في المقلاة مع شوية ديال الربيع وشوية ديال الثومة وشوية ديال الملحة، هاهي كتكون بحال هكا. غادي ناخدها دابا حتى هي وغادي نزيدها على البيتزا ديالتي بحال هكا. من بعد ما درت هذه الكفتة كلها هنا كيف كتشوفوا، ها هي عمرتها كلها مزيان بالكفتة، نفس الشيء درتو لهذه الاخرى هنايا. دابا غادي ناخذ الفلفله هكا في الالوان، عندي في الصفر وعندي في الاورانج وعندي في الاحمر وعندي واحد البصيله نص بصله حمراء. غادي نحاول نديرها كلها بحال هكا، نبدا نعمرها كلها بحال هكا بالفلفله باش تعطينا واحد الديكور زوين وواحد طعمه زوينه بحال هكا. ودابا راه الفران راه مشعول، الا كتسمعوا راه الفران راه شاعل عليه دابا تيسخن. والفلفله راني مقطعاها هكا رقيقه باش دغيا غادي طيب، يعني ما حد العجينه كطيب الخضره اللي دايرين من الفوق بحال الفلفله ولا اي خضره درتو من الفوق دغيا كطيب حتى هي. صافي دابا غنبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل كلشي. هنا من بعد ما كملت داكشي كله اللي عندي هنايا، درت واحد شويه ديال الزعتر طبي هو هنا، دبدوسو عليها بحال هكا. غادي ندخلهم دابا الفران على ما يوجدو. نفس الشيء درتو البيتزا الثانيه، يلا على ما طيب ليا دابا الفلفله والبصله والعجينه وغادي نزيد الفرماج من الفوق ديالها. الشكل النهائي ديال البيتزا اللي حضرت معكم كيجي بحال هكا، الصراحه كتجي زوينه بزاف. من بعد ما طفيت عليها الفران البنات انا طيبتها على عافيه اللي هي مهيله وكل عافيه كانت من الفوق ومن التحت. من بعد ما وجدت عندي العجينه ديالتي طابت خفتها من الفران، زوقتها بالزيتون بحال هكا وبالفرماج، ممكن ديروا حتى الموتزاريلا الا متوفر عندكم. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، هانتوما كتشوفوا المورسو كيفاش كيجي. صراحه كتجي عجينه لينه وكتجي خفيفه ومقرمله، يعني كتجي واحد العجينه اللي زوينه بزاف. غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم، وهانتوما كيف كتشوفوا فيها كتجي طايبه ورائعه، الكلمه اللي عودتكم عليها دائما. هنا كنقول لكم وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على حسن المتابعه. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.